نفخر بهويتنا لأن أصل الحاضر هو الماضي، والوصول إلى القمم يبنى على عماد من القيم. هنا وضع حجر الأساس ليكون الأساس المتين على مر الزمان حتى هذا العهد الزاهر. نعتز بالوطني قيمة ومعنى، ونفخر بصرحنا التعليمي الذي بني على قواعد راسخة من العلم والقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. نحن في مدارس الأنجال أسرة واحدة متكاتفة يدا بيد، وفي جميع المراحل الدراسية نسارع الخطى نحو مستقبل واعد. بادرنا منذ البداية لمواكبة عصر المعلومة وللحاق بركب التطور المتسارع الذي يشهده العالم من حولنا. ننظر للمستقبل بعين فاحصة، نسعى للتحديث والتطوير، نسعى لرفع مستوى وعي الطالب بالواقع المعاصر، وظفنا التقنية لتكون أداة تكاملية للعملية التعليمية. نظام عالمي معلوماتي لإدارة العملية التعليمية البلاك بورد. حصلت المدارس على اعتماد متميز من قبل هيئة الاعتماد الدولي Advanced ED لقسم الدبلومة الأمريكية. We are proud of this accreditation with distinction, and we are especially proud of getting a commendation about how dedicated the staff is in serving the community and in serving our stakeholders. One powerful practice commended by Advanced ED was the technological infrastructure that the school has, especially Blackboard learning system, which is a characteristic of Al-Anjal International School. نقدم لطلابنا برامج رياضية نوعية جنبا إلى جنب مع برنامج الرعاية والتثقيف الصحي. حصد الجوائز والمنافسة على الإنجازات المحلية والإقليمية في المسابقات والمناشط العلمية الرياضية والاجتماعية هي ثمرة صناعة جيل واثق وواعي. فزت بمسابقتين مع مدرسة الأنجال، وهي مسابقة أنا فنان بالمركز الألماسي على مستوى جدة. طلاب مدارس الأنجال يرسمون ملامح المستقبل، لأن تكوين الشخصية وسماتها ومساعدة الطلبة على تحديد هوية المستقبل هي منطلق الأنشطة التعليمية في مدارسنا. وها نحن اليوم نسير نحو أهدافنا بخطوات واثقة بعد فضل الله ورعايته، لأن الإنجازات قول وعمل. مدارس الأنجال جسر لقادة المستقبل.